وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت عن تحقيق كشف بترولي جديد بالصحراء الغربية في منطقة أبو سنان بعد انتهاء إحدى الشركات من حفر بئر استكشافية ناجحة، ووضع للكشف على الإنتاج بمعدل 7000 برميل من الزيت الخام يومياً و10 مليون قدم مكعب غاز يومياً. الوزارة أكدت أن تحقيق اكتشافات جديدة بمنطقة الصحراء الغربية بيؤكد أن المنطقة لا زالت تتميز باحتمالاتها البترولية والغازية المرتفعة، خاصة في الطبقات العميقة مع التقدم اللي بتشهده التكنولوجيات الحديثة واللي ساهمت في تحقيق عدة اكتشافات واعدة في هذه المنطقة. طبعا هو خبر مفرح وسعيد وأكيد ليه مردود كبير جدا على مستويات مختلفة. فلتفاصيل أكتر عن هذا الاكتشاف الجديد اللي أعلنت عنه وزارة البترول معنا تليفونيا الأستاذ حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول. أهلا بيك يا أستاذ حمدي. أهلا بسيادتك يا فندم، يا ريت تكلمنا عن هذا الكشف بتفاصيله والمردود اللي ممكن يعود علينا بإذن الله بعد ما يتم فيه الأعمال بشكل كامل إن شاء الله. هو الحمد لله البير تم حفره واكتشافه ووضعه على خريطة الإنتاج بعد حوالي أسبوع. طبعا ده نتيجة إن في بنية أساسية موجودة، فبالتالي تم وضع الإنتاج مباشرة ورفع الإنتاج بتاع الشركة وإنتاج مصر من الزيت الخام. احنا عايزين نوضح ان احنا الاستراتيجية اللي بيتم تنفيذها دلوقتي وحاططها المهندس طارق المولى وزير البترول، العمل على تكثيف اعمال البحث والاستكشاف عشان نقدر نمرة واحد كمان نزود انتاجنا من الزيت الخام والغاز. طبعا احنا عارفين الغاز الطبيعي الحمد لله احنا ماشيين كويس فيه، التركيز الفترة اللي جاية على الزيت الخام عشان نقدر نزود الانتاج بتاعنا ونقدر نواجه الندوب الطبيعي للآبار اللي موجودة حاليا، نزود معدلات الانتاج، نقدر نوقف الندوب الطبيعي في بعض العقول. فبالتالي ده تحدي كبير، والمهندس طارق دائما وابدا بيجتمع دلوقتي مع كبريات شركات الانتاج المشتركة عشان خاطر اللي هم مسؤولين عن حوالي 80% من انتاج مصر بالزيت الخام، عشان نقدر يحط الخطط ويحط البرامج ويبقى فيه التزامات بالتنفيذ وفقا لبرامج زمنيه محدده عشان نقدر نزود الانتاج. فبالتالي هذا الكشف في منطقه الصحراء الغربيه. عارفين منطقه الصحراء الغربيه منطقه واعده بتنتج كميات من الزيت الخام والغاز الطبيعي. كونها ان هي بيتم اكتشاف بئر وجدي معدل انتاج 7000 برميل زيت خام في اليوم وحوالي 10 مليون هذا مكعب من الغاز يومين، ده معدلات كبيرة في الصحراء الغربية، وبالتالي دي بتدينا آمال ومؤشرات أن لازالت المنطقة لم تبح بعد بكل أسرارها. الشركات العالمية مهتمة بهذه المنطقة، كلما يتم تحقيق اكتشافات كلما بتدي حافز للشركات العالمية الموجودة أن هي تضخ استثمارات تشتغل بتكنولوجيات جديدة بخبرات نظريات جيولوجية مختلفة، كل دوت يسهم زيادة إنتاج مصر من الزيت الخام وأيضا اكتشاف كميات من الغاز الطبيعي.